أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، حلقة جديدة وظهيرة العيد اشتقنا لكم كتير 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 كتير. فاليوم رح بنطل عليكم بتغطيتنا الخاصة بموضوع، أو مش بموضوع، عشان عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. بعرف أنه اشتقتونا ونحن اشتقنا لكم كتير. امبارح وأوله كان في عنا، خلينا نقول، هي تصوير لحلقات الظهيرة في العيد خارجية، لكن هي خاصة بحلقات العيد، وكانت مع فنانين أردنيين وأيضا ضيوف تانيين كمنسقة الأزهر ياسمينة، وأيضا أكيد كانت معنا الميك اب ارتست هلا. بدي أقول لهم شكرا كتير، وأكيد الفنانة الراقية جدا وصديقتي نانسي بيترو، وأخيرا مع الفنان الأردني المعروف والمتميز أكيد بشار السرحان. أهلا وسهلا فيكم، بتمنى أنها تكون الحلقات عجبتكم، وبتمنى أنه تغطيتنا تكون عجبتكم. واليوم إحنا بنطل عليكم لايف لحتى نستقبل اتصالاتكم أكيد، ونستقبل معايداتكم. أهلا وسهلا فيكم. مسجات كتير عم توصلني إليك سيد علي، يعني عشوي عشوي رح يورثني بالبرنامج. والله نصير نطلع انا وياك، خلص قولوا لنا انتم مع او ضد، انا وعلي نصير نطلع بالبرنامج مع بعض. وخلص يترك الاخراج، شو بده بالاخراج، يجي على التقديم. فاهلا وسهلا فيكم. المسجات اللي عم توصل رح اقراها كلها، وايضا اجتني مسج انه في مسج اجتني على حسابي الخاص تبع الاكونت، يعني مش البيج، انه اقرايها كله رح اقراه ولا يهمكم. فبدي اقول لكم اهلا وسهلا بكم. حلقتنا لليوم اتصالاتنا من البداية، رح استقبل كل اتصالات، رح نسمع شوية أغاني ونشوف هيك شوية تقارير من حول العالم أكيد. فبدي أقول لكم أهلا وسهلا بكم. ما بعرف إذا أرقامنا نزلت على الشاشة أو لا سيد علي الطائي. هسا أوكي، هسا رح تنزل أرقامنا على البرنامج. فبدي أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. شو عملتوا بالعيد؟ شو عملتوا؟ هلأ بالعادة أول وثاني يوم زيارات عائلية. صراحة يعني أنا عيد الأضحى 4 أيام كتير كتير الحمد لله رب العالمين، أنا مبسوطة وكفوني وبجننوا، ويعني ما خلينا بقعة بأرض الأردن ما رحناها، كتير انبسطنا وكتير استمتعنا. أول يوم كنت معكم وبرضو كان عائلي نوعا ما، لكن من تاني يوم بلشت المغامرات، رحنا أماكن كتير حلوة بالأردن. ملاعيب؟ شو يعني ملاعيب؟ شو يعني ملاعيب؟ مدينة الألعاب، مدينة الترفيه. لا أصلا أنا من زمان ما بحبها، بس رحنا قعدتي منيحة أنا. اللي الثاني رقم حكيته. فأكيد مشاهدي علي بلف على عيديتي عم لا علي ما أنا صرفتهم. كتير حلوة كانت رحلتنا. إذا بتعرفوا منطقة اسمها جرش بالأردن رحناها، كانت كتير حلوة. إربد نفس الشيء، أنت أكيد بتعرفها. البحر الميت، مين ما راح على البحر الميت بالعيد؟ كلياتنا رحنا على البحر الميت. والكل يلي بيسأل إنه هلا نحن عنا العقبة، بس العقبة شوي بعيدة بدها 4 ساعات لتوصلوها، فدائما الأقرب إنها البحر الميت، وصار كتير حلو. يلي بحب ينزل على البحر الميت سهل، نص ساعة. يعني إحنا أوقات بننزل نشرب فنجان قهوة بنرجع، أبدا مش مثل قبل إنه البحر الميت لازم مرة بالسنة أو كذا إنه صعب وبعيده. لا لا لا، هلا صارت الطريق جدا سهلة وكأنه رايحين على أقرب مكان. فكل الموجودين هون إحنا بننصحكم تروحوا وتغيروا جو أكيد. باخذ أول اتصال. حيدر من بغداد، كيفك؟ حيدر شو أخبارك؟ كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا حيدر، شو أخبارك؟ الشعب العراقي بخير، صحة وسلامة إن شاء الله يا رب. وانت بألف خير يا حيدر، بألف خير، والحج الشعب بألف خير، ومراجعنا بألف خير إن شاء الله. الشعب العراقي بألف خير، هاي كلمة عامة يعني بتجمع كل الأطياف بعتقد يا حيدر. شو أخبارك؟ كيف كان عيدكم حيدر؟ ألو حيدر اسمعني من التليفون رجاء مش من التلفزيون. ألو حيدر كيفك؟ الحمد لله ان شاء الله دائما يا حيدر. احكي لي كيف كان عيدكم. والله الحمد لله، نتمنى التوفيق والعافية
الأمان والاطمئنان للشعب العراقي أجمع. إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا حيدر. قل لي كيف أنتوا بتقسموا طلعات العيد؟ يعني أول يومين بيكون عائلي وبعدين بتطلع طلعات خاصة؟ إيه نعم نعم أكيد. يلا إن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير. أهلا أقرباء. وشكرا كثير لك يا حيدر، يعطيك ألف عافية. الخبر الحلو إلنا مش حلو إلكم، إنه بكرة دوام المدارس وأخيرا، والحمد لله ما عندي إخوان صغار ولا عندي أولاد، بس برضو الحمد لله يعني خلص بكفي، والله عطلتكم طويلة قد الحياة، يعني صار لازم ترجعوا للمدرسة. رح نستقبل اتصالاتكم ومسجاتكم على صفحتي على الفيسبوك، أهلا وسهلا فيكم. منروح منسمع أغنية من بعديها منكمل. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين عن جديد. يعني كنت بدي أعلق على الأغنية بس صراحة ما فهمت إشي من الأغنية، ما فهمت هي رومانسية هي عاطفية هي طوش. فأهلا وسهلا فيكم وبنستقبل اتصالاتكم على أرقام البرنامج. حلو الحمد لله العيد، رواء، أخبار حلوة، كل الناس انبسطت إن كان هنا أو بأربيل. أنا شفت كتير سنابات، يعني إن شاء الله دائما مبسوطين زملائنا بأربيل، كل عام وأنتم بألف خير فردا فردا، ويعطيكم ألف عافية. وحلو حلو يعني العيد حتى لو ما عملنا شيء هو حلو، بس سبحان الله الصيف بتحسوا حالكم، حتى لو نحن مو مسافرين بس من قد ما في ناس جاي من برا بنحس حالنا نحن اللي عايشين بمنطقة سياحية، يعني ما في حياة عادية، دائما طلعات وطشات وإلى آخره. فيا رب دائما حياتكم سعيدة ومبسوطة. من هي المبسوطة حياتهم؟ أنتم مبسوطين. إبراهيم من جيارة. كيفك يا إبراهيم؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير ان شاء الله، كل سنة سعيدة عليكم وعلى الشعب العراقي يا رب. اليوم بداية الجيارة، الجيارة طبعا مدينة الموصل، تابعة لمدينة الموصل. الله يسعدك يا إبراهيم، احكي لي كيف كان عيدكم؟ والله الحمد لله طبعا احنا فرحانين، هو العيد عيدنا والحمد لله. طبعا هاي العيد ان شاء الله الشعب العراقي بخير وأمة محمد إن شاء الله كلها بخير. أتمنى التوفيق لكم وطلعتكم الرائعة. كلك زين. تحياتي لبعض الأصدقاء بدور المصفى وعماد السعد. إحنا كمان نقولهم جميعا كل عام وهن بألف خير، وأنت بألف خير يا إبراهيم ويعطيك ألف عافية، وشكرا كثير لك يا إبراهيم. حياكم الله، يعني أكد على عماد السعد. هلا. ما فهمت سوري؟ لا عفوا لا عفوا. لا شو حكى اخر شيء؟ لا حكى شيء السعد ما ماشي ماشي ماشي. ياسمين انا مع انه يطلع، انا مع انه علي يطلع على البرنامج معاك لان القمر المضيء. يا دلي يا دلي يا هاي المسج، هاي المسج المسج قام بده يلبس عليه ويطلع. هاي المسج من 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 معتز زيدان، معتز زيدان. ياسمين ممكن تعملي موضوع الحلقه، هل اصبحت الرموز التعبيريه في الفيسبوك هم هما سر سعادة الإنسان وحزنه؟ لا شو ما حبيت الموضوع، ما بدي معتز. يعني عادي أنت بتكون معصب، يعني هلا كيف هذاك اليوم نحن حكينا أنا بكون معصبة عشان توصل المسج إني معصبة، بحط فيس معصب، بكون بضحك عشان ما يقولوا أنت دائما معصبة، بروح بحط فيس حدا عم يضحك، بس هي هيك القصة. رح أبلش أقرأ تعليقاتكم، لكن قبلها بناخذ أستاذ ياس. والله أستاذ ياس أنا بعرف إنك اشتقت لنا. مرحبا شلون الصحة؟ يا اهلا كيفك انت؟ الله يبارك فيك الحمد لله. ست ياسمين مرحبا، كل عام وانت وعائلتك المحترمة بألف خير، وكاد القناة المتألقة الله يسعدك يا رب اصبحت برامجها راقية جدا وخاصة استراحة الظهيرة، وكل الامنيات الحلوة والطيبة من القلب لك بالسعادة والموفقية والصحة التامة. الله يسعدك. والله اليوم اولادي واطفالي وزوجات اولادي كلهم عندنا في البيت يجوا يحايدوني وحضروا الغداء وكلهم يسلمون عليك ويرسلون ان شاء الله صحة وعافية يا رب. ان شاء الله صحة وعافية يا رب، وان شاء الله دائما ملتمين بالخير وبالاعياد، وكل ايامكم اعياد استاذ ياس. الله يسلمك. وانا مع ان يظهر الاستاذ القلي المخرج المبدع معك وتعليقاته وجداله وياك حلو وطيب، واقدم له التحية والتهنية بالعيد السعيد. الله يسعدك يا رب. انعجق انعجق علي الارض طلت حالي. كذلك زرنا الاقرباء والاصدقاء
وحدثت مناسبات زواج حلوة، وحتى اليوم اكو مناسبة زواج لأقربائي راح احضر. والله وانا وفقدناهم واجوني للبيت اولاد اختي واولاد اخويا والاقرباء والحمد لله يا رب. دائما ملتمين بالخير، دائما ان شاء الله ملتمين وكل حياتكم اعياد. يعطيك الف عافية. هذا هو الصيف، الصيف الله يسلمك واشكرك واقدم لك التهاني مرة ثانية والسلام عليكم. شكرا وعليكم السلام. ما حتى انا والله اليوم عنا مناسبة هي هيك، يعني اذا ما صارت هاي القصص ما بتحسوا بالصيف. لهيك انا من الناس اللي بحبوا الصيف، بحبوا الحياة وبحبوا الطلعات والروحات والجيات. عشان هيك دائما شو ما بصير معكم، حتى في اشياء بقول لك مش اذا ما حكينا معناها مو عارفين، في كثير احنا اشياء عارفينها لكن ما بنحكي، فخلص تخطوا المواضيع بكل يعني اوقات الواحد يمكن بغلط بتقل بالحكي، لكن خلينا نتخطى المواضيع بكل رقي. خلاص اشياء ما بتزبط بيزبط اشي غيرها، ناس بتروح بيجوا ناس احسن منها، كل واحد الدنيا اذواق وكل واحد بدور على الشيء اللي بيشبهه على الشيء اللي بيعجبه. فعشان هيك دائما انتوا اخلقوا لحالكم الفرح وانتوا اخلقوا لحالكم الطلعات. ياسمين سمرانة هاي حرقت بالضبط، هاي حرقت الشمس من الرحلات والطلعات. فدق بابي العيد قلت له شو تريد، رويته جرح استراحة الظهيرة ضل يلطم العيد. اي جرح؟ احنا ما في عنا دايما جروح، دايما دموع، ما في عنا شو جمع جرح، اجراح، جروحات، جروح. مصر الإبداع ست ياسمين، شكرا يا أبو سداد. معنا اتصال. ألو حسين. السلام عليكم. أهلا يا حسين. وعليكم السلام. أيامكم سعيدة وأنت يا رب أيامك أسعد وأسعد يا حسين. كيفك؟ صحة السلام إن شاء الله على العراقيين إن شاء الله. بس العراقيين؟ كل العراقيين ونحن نضربه إن شاء الله كل العالم بألف خير والمسلمين. شكرا يا حسين، شو اخبارك؟ الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسعدك حسين. لمين بتقول كل عام وانتم بالف خير؟ وطمني كيف كانت ايامكم. الو معك يا حسين، انت سامعني؟ خلصت القهوه. الو يا حسين عم تسمعني من التليفون ولا من التلفزيون؟ اعترف. الو من التليفون. برافو عليك حسين. لمين بتقول كل عام وانت بألف خير ومين بتعايد وكيف كان عيدكم؟ والله نعايد لها، نعايد كل المسلمين ونعايد امي وابوي وعايد اخوتي وافتخاري ان شاء الله كل عام وهن بألف خير يا حسين، ويعطيك الف عافيه وشكرا كثير لك. منوره يا اوكي انت وطيبه، انت طيبه الله يوفقك يا أصيلة، أنت إنسان تستاهلي كل خير. شكرا كثير. أخوكم هاني. العائلة اللي أنت فيها منها جزئين، القرى كيف تنقر قرى غلي. شكرا كل عام وأنت بألف خير ويعطيك ألف عافية. حلوة هاي العائلة، بتحس حالك إنه هيك يعني إشي غريب. مرحبا ست ياسمين، ليش ما بتستقبل اتصالات خلال العيد؟ ليش ما بتستقبل اتصالات خلال العيد يا شباب؟ يا عزيزي يا محمد يا طارق يا البياتي، امبارح واول امبارح كانت حلقات مسجله خارجيه يعني، بس كانت حلوه يعني ما انبسطتوا. اليوم نحن في عنا اتصالات. يلا قوم واحكي معنا يا طارق البياتي. شو هدول؟ كل عام وانتم بألف مليون خير اكيد، وكل الناس بألف خير. انا ما بحب يا جماعه هاي ولا خلص انا بحكي معك على جنب يا سميه. شكرا على شكل الكعكات، زي كعكاتنا بيشبهوهم شوي. احمد هاليومين كثير في احمدات، كيفك يا احمد؟ السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. وعليكم السلام وانت بألف خير يا احمد، شو اخبارك؟ والله الحمد لله تمام، انت شو اخبارك؟ منيحة تمام الحمد لله. اتفضل يا احمد، لمين بتقول كل عام وانت بألف خير؟ وانت بألف خير. احب اهنى الشعب العراقي بهذا العيد المبارك واهنى امة محمد. ان شاء الله يا رب كل ايامكم عيد، كل عام وانتم بألف خير. اليوم عندكم شيء بالقيارة؟ كيف انتم بالعادة رابع يوم العيد شو بتعملوا ولا خلص ثلاث ايام العيد عندكم؟ والله ان شاء الله الشعب العراقي كل ايام عيد. ايش بيه؟ طيب عم يوصلك. احب اوجه تهنئة لاهلي في دور المصفي. ونحن كمان نوجه لهم تهنئة. غيره يا حسين يا احمد.
عماد عماد السعد احب اوجه له ثاني، احنا بنضيف الشيخ خلف الزكي، احب اوجه له ثاني عيد المبارك لا فولا ليش. طيب شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه، كل عام وكل اللي ذكرتهم بألف خير. اوكي فصل الاتصال وبنروح وبنقرا مسجات. في مسج وصلتني على حسابي الخاص. اوكي كل عام وانتم بألف خير، وانا عم بحضركم حاليا وبهديكي اغنية ملحم زين ضل يضحكي. اذا 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 قدرنا بنطلعها، بس احتمال كبير مش راح نقدر، لكن انا راح اسمعها اكيد. شكرا على الاهداء. دلال عنبتاوي، دكتورة دلال عنبتاوي بتقولنا هلا وغلا، والله منورة حبيبتي ياسمين، والله النور نورك، واشتقت لك كثير كثير. اذا كنت عم تحضرينا عن جد اشتقت لك، وكل عام وانت بألف خير. واحدة من الاشياء اللي لازم نعملها بالعيد اللي هي الزيارات اللي لازم نقضيها، لكن والله ما قضيت ولا زيارة يعني ابدا ابدا اصلا، يعني كنا كثير بعاد، يعني ما بعرف يمكن عشان خلص عطلة وفرصة وهيك، فكنا بعاد كتير عن موضوع عمان يعني، فما في ولا بالقلب ولا زيارة زبطت. لكن لازم موضوع الزيارات هذا يزبط، لازم تروحوا عند أصحابكم، لازم تروحوا تزوروا أصحابكم اللي اجوا من برا، لازم تشوفوا العيلة، لازم يعني هو العيد المناسبة اللي الواحد كتير بيوصل الرحم فيها، لأنه الأيام العادية بنكون معجوعين وهيك، فما تضيعوها عليكم. مين؟ يا حسين كيفك يا حسين؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، شو أخبارك؟ والله الحمد لله، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ كل عام وأنتم بخير. الله يسعدك يا رب وأنت بألف خير، تفضل يا حسين. الله يسلمك. كل عام وأنت بخير يا حسين، وكيف عندكم العيد بديالة؟ احكي لي. شو العادات؟ شو؟ ليه؟ ماشي خلينا نروح انا وانتو، بلكي بيرجع حسين وبيحكينا، ومكملين بتعليقاتكم واتصالاتكم مشاهدينا، خليكم معنا بعد الفاصل. ورجعنا لكم، اهلا وسهلا بكم. وعادل معنا على الاتصال، كيفك يا عادل؟ يا اهلا بك. الو مساء الخير. يا مساء النور، كيفك يا عادل؟ الو مساء الخير. يا مساء النور، كيفك يا عادل؟ انت كيفك؟ منيحه، انت كيفك؟ ان شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى الشعب العراقي يا ربي، وعلى كادركم وعلى قناتكم المميزه الممتعه يا رب. يا رب يا رب، الله يبارك بعمرك وكل عام وانتم بالف خير. يا عادل من وين عم تحكيني؟ أني من بغداد. طيب العراق من بغداد. احكي لي كيف كان عيدك؟ الله عيد أول شيء حلو. أه. ويا رب الأمن والأمان على الشعب العراقي، على البلد المظلوم يا ربي، وتقدم تقدم إن شاء الله لحشدنا وجيشنا البطل وقواتنا الأمنية وفصائلنا المقاومة الشريفة يا ربي. يا رب عادل. واللهم ربي يحفظ العراق وأهلنا. يا رب كل يا رب من كل سوء. يا رب عادل، ليش كان حلو؟ يعني لما قلت لك كيف كان عيدك قلت لي ياي كثير حلو، ليه؟ والله العيد يعني اكو اصدقاء انا شايفهم شفتهم الصراحة. حلو. هنا انا اداوم بالحشيد ويعني جت وجبت قبل العيد. وين رحت؟ وين رحت بالله بالعيد؟ والله البارحة بالكرادة. وأول بارحة بالعرصات وسينما يعني قعدنا مسرح حلو كان جو حلو يعني. برافو عليك. أجواء يعني كلش حلوة كانت. برافو عليك. أي. لفيت لفة منيحة كل عام وأنت حاليا مجموعين جمعة شباب وعائلتنا كليتها يا ربي. تحياتي لابن عمي عمر الدفاعي ومحمد الدفاعي وابو سيف وابو كرار العفو الدفاعي، وتحياتي لكل اللي قاعدين. يا رب يا رب ان شاء الله يكونوا عم يحضرونا. شكرا يا رب كتير. اشكرك اشكرك يا ورده، وتحياتي لكم وبرنامجكم المميز يا ورده. شكرا شكرا يا عادل، يعطيك الف عافيه. شكرا، ومتابعتكم هي المميزه اكيد يا عادل، يعطيك الف عافيه. محمد الحلاق، يا عيد المن تيجي لو ما تيجي احسن لك، هو هم عيد بالعراق، كل بيت عنده هم مش كبرى، ناس تفشلت بيوتهم وناس عندهم عزة، اتوقع اعزاز، شو يعني اعزاز؟ ها طلعوا بعد ما رجعوا، ناس تنام على كرتون وناس
فهمت عليك كرتون. وناس تنام من النفيات. وبعد بعد ست ياسمين، يا ست الإعلامية ياسمين خريشي. طيب يا محمد يا حلاق، صح يعني كلامك صح، اوكي كلامك مليون بالمية صح. شو نعمل احنا مثلا؟ يعني انت شو ناوي تعمل؟ بدنا نضلنا هيك احنا عايشين بكآبة وبحزن؟ واحنا عارفين انه في ناس كتير، وفي ناس كتير طلعت من العراق، وفي ناس اجت على ولا شيء، وفي ناس سايها بالاردن وبتركيا وبلشوا من الصفر. خلاص احنا بدنا نتخطى هاي الامور يا جماعة. ليش بدنا نضلنا احنا حاطين الحزن بالجرن وقاعدين؟ انا فلان ترك بيته، وفلان ترك حبيبته، وفلان ترك، كلها بتصير، وهي حياة وبدها تنعاش مرة. بدنا نتخطى، بدنا ننسى عشان احنا نضل بصحة منيحة. خلص يعني نضلنا نزعل على حسيت ابراهيم هذا انا ابراهيم مع مين عم تحكي؟ ابراهيم سمعنا كل الحديث يا ابراهيم، انت على الهواء. هاي شنو ابراهيم؟ اتصلت علينا وحطيت السماعة ونسيت، عملت زيي انا. عن جد الي بالعادة هاي لا. احمد محمد الصروحي اهلا وسهلا فيك ست ياسين، نورتي الشاشة. كل عام وانت وكادر سمرة وبرنامج استراحة الظهيرة بألف ألف خير، واصدقاء البرنامج ليش البرامج بمليون خير يا رب. تحية خاصة لعلي، وكل عام وهو بخير وصحة وسلامة. والله لا علي علي ها لا 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 والله. معتز الزيدان ياسمين سلام عليكم، اهلا وسهلا فيك. صراحه ما شفت الحلقه، كانت الكهرباء قاطعه مش موجوده. العيد ارقى ايام السنه، بيجتمعوا الاحبه وبتكون البسمه موجوده والاكلات الشعبيه والحلويات وخصوصا الكليتشا. امبارح يا جماعه، امبارح اول امبارح تغديت غدا بحياتي ما ماكله هيك غدا علي، بحس انه اغمى علينا احنا بس خلصنا الغداء. مكان لا ولا تعيط ولا عبالك، قول لي شو بدك تتغدى. احلى سندويشة فلافل. فراق محب، فراق يعني فارق حدا بحبه، طب عادي يحب لك واحد تاني، وين المشكلة؟ تهنئة، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائل المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أعياد، وأن يعيدوا عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه سميع مجيب يا رب جميعا. كل عام وأنتم بألف خير. شكرا يا فراق محب. حسن الواسطي، حسن كيفك؟ حسن الواسطي يا ميت، أهلين وسهلين ومرحبتين وبيك أكثر، الله يعزك ويحفظك. يلا كيفك يا حسن؟ كل عام وأنت بخير. وانت بألف خير. احكي لي حسن الواسطي، بصراحة شو عملت بالعيد؟ كل عام وانت بخير، موفقين ان شاء الله. اللهم يديم على الشعب العراقي بالخير والبركة. امين. نعم نعم، والله عملت مفاجأة كلش قوية. يا قاعد الساعة الخمسة بس تهم وهي نايمة. ايه شباب وياكم. نعم حسن يلا احكي لي شو عملت بالعيد سريعا. بس توالدتي الساعة الخمسة الصبح وهي نايمة. الله عليك، الله شو مرضي يا حسن، شو مرضي. احكي لي وين رحت شو عملت؟ ها حسن تعبت لي قلبي والله العظيم. اسمعني من التليفون يا حسن، حسن هيك عم تحضرنا، اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. هلا ارجع رن علينا واطفي التلفزيون بعدين احكينا يا حسن. رافد الجبوري، بمشاعر تلامس عنان السماء، حبا وودا واحتراما وتقديرا اهنئكم بحلول عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بألف خير. بنسبه حلقات العيد تشانن كلش روعة. شكرا يا رافد، انت الروعة، عطر الورود. والله احنا لا رحنا ولا جينا، رجعونا مصارينا. لا بتقولنا لا رحنا ولا طلعنا، بس احب اهني واعايد اهلي وصديقاتي من خلال برنامجكم، قناتكم الحلوة، وكل عام وانت بخير وتحقيق الأماني. شكرا يا نورة، نحن فيها اليوم اطلعي. اهلين فيك ست ياسمين، ان شاء الله الحلقات شفناهم بجنن، وخاصة لما ضفتي لما حلقت فقرة المكياج كنتي أمر. شكرا يا حبيبة قلبي نورة، شكرا. منو؟ إبراهيم شو حكيت أنت؟ بركاتك يا حج إبراهيم.
شو رأيك؟ نعم تطفي صوت التلفزيون تسمعنا من التليفون. والوطي صوت التلفزيون وطي. السلام عليكم. عافية وعليكم السلام. بخير. وانت بخير شكرا. وانا اهدي ان رسالة احنا طبعا من القيارة وتحياتي لكل حدا لكل الناس لكل العراقيين. تحياتي للدور المصر احنا بضيف الزكي الجوعنة. مين عم بيغششك؟ اليوم نفقد بعض الواحد ينزل من النار هذا الشعب. شكرا يا ابراهيم. هو ابراهيم كان والله ابراهيم اه والله يا ابراهيم مش عارف مش عارفه يا ابراهيم شو هي الاغنيه. لا 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 نرجع وبنكمل تعليقاتنا زي تبع قبل شوي. اعوذ بالله. هاني حسين انت مو على اساس بدك تلففنا حول العالم من خلال تقاريرك المتميزة ها؟ اي بنروح لهاني حسين. كل عام وانت بألف خير يا وردة. كيفك يا غالية؟ والله انا كلش كلش زينة ومبسوطة الحمد لله هالعيد. ايمن حمدي منور. ست ياسمين تحياتي لك من الاردن. تحياتي الى الاردن. اه انت بتبعت تحياتك. شكرا شكرا. سامي وسام كل عام وانت بألف خير. اما معتمد الانباري بيقول كل عام وانت بخير وعافيه. ازهار الربيع بتقول كل عام وانت بألف الف خير وصحه وسلامه يا ورده. شكرا كثير. عفوا عفوا. عدي القصاب بيقول كل عام وانتم بخير. ست ياسمين شكرا. اما حسان بيبعت لنا قلوب حب. شكرا كثير يا حسان. عليتش الله اقري رسالتي هاي لسه ما فتحتها. اوكي محمد 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 ما بعرف شو اسم العيلة بيقولنا بارك الله بيتش بالقناة يسومة كلك ذوق. عليتش الله اقري رسالتي هاي نقريتها والله بدون حلفان. عجبتني يا سومة. شكرا يا محمد ان شاء الله تكون عم تحضرنا وانت باهت اني قريت رسالتك. شكرا ل محمد السام الرائي. سلامي الى المخرج الرائع علاوي ابو حسين وكل عام وانتو بألف خير. بدك تسمي حسين يا علي؟ انت حتسمي حسين؟ اه بس اتجوز لسه. اوه عملت شغل غلط انا. فكل عام وانتم بألف خير. شكرا لكل يلي عم بيبعتونا. بس خليني اقول شكرا لكتير ناس. حنشوف التقرير او لا علاوي؟ طب شو هي؟ صالح ابراهيم المصلي شكرا. وضاح عباس شكرا. لعبيدي عمار ودلال واحمد محمد والعيثاوي ودلال البياتي بصمتي حكايه وعدي القصاب والدنيا ساعة عيشوها. وأكيد أيمن الهزايمة أكيد من الأردن يا هزايمة. عمار أبو سلاف شكرا. أزهار الربيع شكرا. وأيضا علي حسان الجبوري وهشام الشبعان شكرا شكرا. يعطيكم ألف عافية. منروح لاستراحة وبنرجع. ما بحب مفاجآتك علي. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد ومكملين وبنقرا رسائلكم وتعليقاتكم وبنستقبل اتصالاتكم على ارقام البرنامج اللي هي عم تظهر على الشاشه حاليا. خليني اخذ هذا المسج وبعدين رح نروح انا وياكم في تقرير مع السياحه من حول العالم. خلينا نشوف الشباب شو محضرين لنا شيء حلو. صالح ابراهيم الموصلي تحياتي للكادر المتميز والمخرج المتالق علوش. تحية خاصة إليك يا الزين كله. والله منيح اللي تذكرتوني. سايرين عم تبعت التحيات لعلي بعدين أنا عقابا مش رح عنجد مش رح أقرأ تعليقاتكم. طبعا أول أيام العيد عيادنا الأهل والجيران والأقارب. بعدها ما طلعت لأي مكان بس متابع قناتكم برنامج استراحة الظهيرة وبرنامج خيمة وقصيدة. على طاري خيمة وقصيدة بنقول له هلا بالاتصال وهلا بالزميل الإعلامي المتألق فهم الجبوري. أكيد العم والصديق الخلوق. شكرا كثير على ما يبدو بتجمعكم صداقة. بدنا نقول كل عام وأنتم بألف خير لكل كل 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 زملائنا بأربيل. اشتقنا لكم كثير ويعطيكم ألف عافية على الشغل الحلو يلي عم تعملوه. وكل عام وأنتم بألف خير. أوكي أتوقع أنه هاي المسج قديمة. رح نروح أنا وياكم لجولة من حول العالم. رح نشوف مكان كثير حلو. يا ترى وين عدستنا بدها تروح؟ خليكم معنا.
كنا نحن وأنتو بألمانيا أكيد بعدسة الزملاء. شكرا سيد علي، شكرا، أهلا وسهلا فيك. ست ياسمين، اليوم راح تصير مشكلة ويا مسؤول الاتصالات لو أني لو هو اتصل ما يجاوب، حتى أمي زعلت. وينك؟ لا يا زلمة، لا يا زلمة، يعني هلأ كل اللي اتصلوا رد عليهم إلا أنت، يعني هو حافظ رقمك. يلا عاد أبو السداد ارجع احكينا يا جماعة، أنا بدي أعطيكم. أنت على أي رقم تحكينا أبو السداد؟ يمكن أنت اللي عم تحضرنا، والله بعت لي مسج قل لي أنت على أي رقم عم تتصل لحتى أنا بدي أعرف شو قصتك. على آسيا؟ أنا فكرت هاي إشي طلعت لا هاي. أوكي. أحمد محمد الصلوحي، ست ياسمين بكرة رح يكون برنامج تنتين الظهر، وهل علي معاك في البرنامج؟ يا دي علي، يا دي علي، بكرة بغار ما بحب حدا ياخذ الاهتمام. انا دائما متعوده انه خلص الاهتمام الي والدلال الي، يعني حتى بالحياه العاديه. يا جماعه يلي عم تحضرونا العيد او مش العيد، ظهيره بالعيد بس كانت على الساعه 1، بكره بنرجع على الساعه 2 اذا الله راد. شكرا لكل يلي بعتونا وشاركونا. بدي ارجع اروح اقرا شويه تعليقات عم توصلنا عن جديد، ورجاء ابو سداد انا بانتظار الرد. وين عم تحكينا؟ عطر الورود، شكرا يا حبي. صالح ابراهيم مصلي، هاي شنو غزال اردني وربي. الله الله يسعدك يا صالح ابراهيم. اتصال من الموصل، مين؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ وياك حلنقه من جنوب الموصل. حلنقه من جنوب الموصل النصعيويه. يا اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ والله الحمد لله تمام، انت كيفك؟ والله تمام. كيف كان عيدك؟ عيدكم مبارك يا رب. والله عيد تم بالافراح، واحب اهني الشعب العراقي بهذا العيد. والله ان شاء الله دائما انتم بخير وصحه وسلامه يا رب. الجميع الجميع ان شاء الله ان شاء الله. بتحب تضيف اشي يا سيد حلنقه؟ أحب أهنى لافو عماد السعد، خالد عيلانة وخالد عيلانة غير. كل عام وأنتوا بألف خير. والله لما قال لي حابب أهني فكرت بدي هني علي، قلت لا هيك هيك كتير يعني صار موضوع السيد علي. طب خلينا، لا علي مش حيكون معي بكرة يا أحمد محمد الصلوحي، معاقب ممنوع يطلع معنا. فخلينا نروح ناخذ أبو السداد. يلا تفضل ياسمين. أنا عم بتصل على آسيا والزين على الخطين. نحن شو خطوطنا يا شباب؟ بدي أحل مشكلة أبو سداد اليوم. علاوي، إحنا شو خطوطنا؟ وآسيا، وهو عم بيرن على آسيا وعزين. طيب هلأ نحن عم نستقبل اتصالات أوريدي سيد أبو سداد. ما بعرف شو قصتك، وكل عام وانتو بألف خير. برجع وبنوه على شغلة كتير مهمة، انه من بكرة رح بنطل عليكم الساعة 2، موضوع الساعة 1 بس بالعيد. في صمتي حكاية، كل عام وانتو بخير. شكرا عدي القصاب، عبد الرحمن السامرائي، كل عام وانتو بخير. أميرة بأخلاقي، أنا بحبك بزاف، عم بتابعنا من الجزائر، شكرا كتير. وسيدرا محمد، زمان عنك. خلينا ناخد اتصال بعدين باخد سيدرا. أبو عبد الله كيفك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لشخصي العزيزة وتحياتي لكادر، كل عام وانتم بألف خير. وانت ان شاء الله تحقيق كل الأماني. تحياتنا للمخرج، كل عام والخير. تحياتي لرب الاتصالات وإلى مدير القناة المحترم وكل العراقيين والشباب اللي على الكاميرات والمونتير، يعني هذول كمان كلهم من نفس الكادر. شكرا كثير يا عبد الله، شو أخبارك؟ الله يسلم ابو عبد الله، الله يحفظك ابو عبد الله، الله يخلي لك عبد الله وكل الاولاد. احكي الله لي، الله يسلم ان شاء الله يحفظك. كيف كان عيدكم؟ والله اختي، نعم كيف كان عيدكم؟ والله يا اختي خاف نقول ليش يعني، وكل مبالغه ما عندنا عيد. طب ليه ابو عبد الله؟ يعني والله ليش يعني، احنا شريحه الفقراء يعني من خلال هاي القناه، كل القنوات العراقيه الشريفه يعني داعي بحق الفقراء. يعني انا صاحب 4 اطفال، والله العظيم اذا اقول لك ما اشتريت لهم ملابس العيد في السقطين او مسقطين، اقسم بالله العظيم ملابس اشتريتهم ولا فرحوا. ساده قاعدين احنا قاعدين بشقه طابق ثاني، بس ان الله سبحانه وتعالى، وعندي فراش وشربايه فقط والتلفزيون ابو عاليه. الحمد لله ابو عبد الله، الحمد لله على كل حال. احنا احسن من غيرنا بكثير، الحمد لله على كل الحمد حال. الحمد لله على كل
بعرف انه بهجة العيد عند الاطفال بالاواعي الجديدة، لكن خلينا نحن شوي نشتغل على الموضوع. كلنا فقراء، يعني كنا اذا بنقارن حالنا بغيرنا فاحنا فقراء. فقراء لله، الحمد لله فقراء لله، الحمد لله رب العالمين. الحكومة العراقية من ترجى من عندها خير؟ من ترجى من الشريف؟ الشريف يترجى من عنده خير ان شاء الله. الحكومة المقبلة يا رب، ان شاء الله نقول على الحكومه المقبله يا رب. الله لا يحيجك لحد غير رب العالمين. التم انت واولادك هيك عملوا لكم شيء تغيير بالبيت؟ بعرف انه انتم الوضع عندكم جدا سيء، لكن انت رب الاسره وبتحاول انك انت تمتص كل هذا الحزن لحتى تشوف اولادك مبسوطين. ان شاء الله يا رب تشوفهم دائما مبسوطين. سيدرا وين رحتي؟ وين فتحت انا يا سيدرا يا حلوه؟ سيدرا كل عام وانت بألف خير ياسمين والعسل، ان شاء الله العيد الجاي تكوني من زوار بيت الله وتدعينا من هناك يا رب يا رب يا رب، ألا ما فيها عمره ان شاء الله على السنه الجديده. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك يا رب، العيدين بصحه وعافيه. شكرا كثير لك يا حلوه يا طيبه الموسوي. اخر 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 مسجات وصلتني من طيبه الموسوي، شكرا كثير لك والاصدقاء يلي على الصفحه الخاصه، شكرا كثير لكم. مش رح اقدر اقرا كل التعليقات. إن زميل اسمه طلال عبد الله باربيل بدي اقول لك شكرا كثير على المعايده ويعطيك الف عافيه. عمر العبيدي ابو سداد على الخاد. هلا صارت الدنيا عيد ابو سداد. مساء الورد شو يا سمين؟ يا مساء النور، شو اخبارك؟ الحمد لله منيح وزي العمر. طبعا انا راح اجزلكم كليكه. يلا يلا اوكي انا موافقه. ايه بس علاوي لا تنطيري لان ما يجاوب علي، كلنا نطير لك. شو العمر السامر راعي؟ خلص اوكي الي ولا عمر؟ الي ولا عمر؟ اوكي ما بتعميل علي. ايه علاوي عيد على العيد الجاي. لانك ما بترد عليه. خلص ماشي ماشي ابو سداد، بعت لنا كيفك؟ كيف كان عيدكم؟ ست سنين. طبعا اول شيء اهم قناتكم قناه سامراء وبالذات برنامجكم الجميل، احلى عيد لك واحلى عيد العلاوي وللمخرجين وللمصورين ولكل كادر قناه برنامج الصراحه في الظهيره. شكرا. اول شيء طبعا انا اول يوم حتى احكي لك ماذا عملت بالعيد واهني العالم العربي والاسلامي. طبعا احنا العراقيين مرينا بعيدين بهذا الموسم. العيد الأول هو انتصار قواتنا وحشدنا الشعب الأبطال على الدواعش القذرين. العيد الثاني؟ والعيد الثاني هو هذا عيد الأضحى اللي عيد العرب والمسلمين، هذا هم العيد الجميل ومر علينا. إن شاء الله دائما أيامكم أعياد يا عزيزي أبو سداد، وشكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية. أروح خلاص أوكي، يا دوب مشاهدين بدي أروح أحضر حالي لبكرة عشان أطل عليكم على الساعة 2:00. ولا كون بتساعدني انت. صحيح. فيعطيكم الف عافيه، بكره بنطل عليكم بحلقه جديده الساعه 2:00 اذا الله اراد. كل عام وانتم بالف خير. خلصت الاجازه، ارجعوا على دواماتكم، واليوم ناموا بكير عشان تصحوا بكير وتشوفوا الصحه كيف بتصير. كل عام وانتم بالف خير واضحى مبارك، وشكرا لكل الشباب اللي كانوا معي بالاستراحه الظهيره ان كان بعمان او باربيل. كل عام وانتم بالف خير، الى اللقاء.